بعد إقالة المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، جددت إدارة فريق شبيبة الثولة ثقتها في مساعده العوفي سالم، والذي سيشرف على تدريبات الفريق وتحضيره لمباراة الجولة المقبلة أمام شباب بالوزداد بملعب الأخير الخميس المقبل. درك أنا راني هنا عندي عقد مع يربطني مع الفريق الثورة، درك لازم نكون تحت تصرف الفريق ونخدموا المصالح تاع الفريق قبل كل شيء. كنت في الفريق ما كنتش جديد، يعني اللاعبين واعي من المسؤوليه، واللاعبين هنا محترفين وعندهم عقد مع الاداره، ماشي مع مدرب. راح ستيفان قاعد العوفي، غدوه يروح العوفي يجي واحد اخر. العوفي قال بانه رحب بقرار الاداره لانه قادر على تحمل المسؤوليه، ولانها ليست المره الاولى التي عمل فيها كمدرب رئيسي لانديه الرابطه المحترفه الاولى، حيث سبق له الاشراف على العارضه الفنيه لفرق اتحاد الحراش، مولوديه وهران، وكذا جمعيه وهران. دونك الاداره طلبت مني باش نشرف على الفريق الاول، يعني كمدرب رئيسي. انت تقبلت القرار بصدر رحب، وراني هنا عن المسؤوليه تاعي، واعي المسؤوليه وما فيش حتى مشكل. سبق لي وين شرفت كرئيس فريق مدرب رئيسي على في عده نوادي، منها جمعيه وهران، مولوديه وهران، اتحاد الحراش. دونك في هذا الجانب ما فيش حتى مشكل. بعد فترة الراحة التي منحها الطاقم الفني للاعبيه بعد الفوز المحقق أمام شباب قسنطينة في الجولة الماضية بهدف حمزة الزايدي، عادت عناصر الشبيبة للتدريبات عشية أمس بملعب بشار. ما حسيت لي السينف كانت عادية، يعني هنا عندنا اليوم لا ريبريز، دونك درنا بعد ثلاث أيام راحة كانت حصة خفيفة وين نحضروا الفريق الغدوة، وين عندنا حصتين. دونك كانت حصة عادية في سادت في روح رياضية وفي اون غروند امبيونس في الملعب. وشهدت حصة الاستئناف غياب مدرب الحراس والمحضر البدني وبعض العناصر التي لم تتمكن من الالتحاق ببشار بسبب عدم قدرة قائد الطائرة والقادمة من العاصمة من الهبوط ببطار بشار بسبب الرياح القوية التي عرفتها المنطقة.